اهتم بها وأحبها، فصرف لأجلها كل وقته وجهده حتى بات اسمه مقرونا بها. هكذا هي حال أبي هادي مع مباريات كرة القدم في المناطق المحررة، حيث يمتهن هذا الشاب المهجر من مدينة حمص التغطية الإعلامية لمباريات كرة القدم وبطولاتها المختلفة التي تقام في المحرر. جهد أبو هادي لتأمين معدات تصوير متميزة تساعده في مهنته التي أحبها وشغف بها، وهو لا ينفك يحدث أدواته وأساليبه ويطور من أسلوب تغطيته للبطولات، فينشر مواعيدها وتفاصيل عن الفرق المتنافسة قبيل المباريات، ثم ينشر بثوثاً مباشرة منها، ثم مقاطع متميزة لأجمل اللقطات والفنيات التي تسعد عشاق اللعبة. أنا محمد عامر أبو هادي الحمص، نازح من مدينة حمص ومقيم بمدينة سرمدان من حوالي تقريباً 4 سنين. مهنة التصوير سبحان الله اجت بعد إصابة عرض طلاب بملعب سرمدان، ومثل ما بقول مثل يعني رب ضارة نافعة. بهاي الفترة استعرت كاميرا من أحد أصدقائي وصورت مباراة افتتاحية بملعب حزانو ونشرت هاي المباراة على الفيسبوك، فكان فعليا تفاعل كثير من أصدقائي وكثير منهم نصحوني أني أتابع بهذا الأمر نفسه. يعني لعل أبرز ما يميز أبو هادي هي شعبيته التي تتزايد يوما بعد يوم عند متابعي اللعبة ومحبيها، فهو يولي اهتماما كبيرا لهم خلال التصوير والمونتاج والنشر. ومن وجه آخر يبرز أبو هادي كشاب مجتهد اختار لنفسه طريقة إبداعية في العمل والخروج من قوقعة اليأس والبطالة التي عادة ما يفرضها التهجير على ضحاياه.